بسم الله نعقد ليزار مرشوش بالمزهار فرشو الورد زيدو الدردار لا يجعل عمرة الدار حجوب عليك زينة العرايس تبارك الله عليك للا ولا عاشق سيدنا محمد صلي وعليه تربح يا من صلت على رسول الله مشاهدي شوف تي في مرحبا بكم معنا. ضيفتنا لهذه الحلقه هي زيانه غنيه عن التعريف في طنجه ولا نقول لكم في الشمال عموما. باش نوضحكم شويه زيانه عندنا حنا في الشمال هي نقافه كيف ما كيقول اغلب المدن المغربيه، حنا في طنجه كنعيطوا لها زيانه. اذا معنا زيانه اسماء السويحلي اللي هي غنيه عن التعريف اللي خلات البصمه ديالها في هذا العالم ديال تزيين العرائس. اذا مرحبا بك معنا اسماء. شكرا شكرا رميساء. أنا أسماء السويحلي خبيرة مجال تزيين العرائس والميك اب والشعر وحتى الحلاقة. تبارك الله عليك. هضرنا شوية على راسك، كيفاش تدخلتي لهذا الدومين وفوقاش كانت البداية ديالك؟ البداية ديالي كنت باقا صغيرة، كانت الأم ديالي حتى هي كتزيين العرائس وسبحان الله العظيم ديك الشيء خلق معايا ديك الشيء موهبة من الصغر. هو كيعجبك ديك الشيء موهبة من الصغر؟ ملي بديت صغيرة طبعا قريت وخا كملت الدراسة ديالي، ولكن بقات لي في بالي هاد الفكرة ديال الزيانة. بعد ملي زوجت طبعا الزوج ديالي ساعدني حتى هو في هذا المجال هذا، ودخلت للدومين طبعا التجأت للمعهد ولي فورماسيون داك الشيء الحمد لله. حتى شنو الصعوبات اللي واجهتيها من دخلتي اول مره؟ وهي صراحه الحمد لله ملي كيكون عندك شي سند اللي كيوقف معك ما كتلقاش بزاف الصعوبات. انا كان الزوج ديالي كيساعدني يعني في كل صغيره وكبيره، الحمد لله مشيت مزيان الحمد لله. ما لقيتش شي صعوبات، انني كانوا عندي العيال صغارين ديك الفتره اللي كنت يلاه بديت، كانوا وليداتي باقين صغارين، وكان عندي مشكل انني كنبعد عليهم بزاف بالنسبه للدراسه ديالهم. كنا الساعه ديال العطل حنا كنا كنخدموا، يعني ما كنعطيهمش حقهم في هذه القضيه هذه. هذا هو اللي كان عندي، وباقا دابا يمكن عندي تانيب ضامر بالنسبه لوليداتي انني ما كنتش كنعطيهم حقهم في الساعه اللي كنت خصني نخرج معاهم وخصني نسافروا وديك الشيء. بحال ما عشتيش معاهم ديك المرحله ديال الصغر ديالهم يعني كما ينبغي. داكشي اللي كاين، لان حنا الفتره ديال الخدمه ديالنا كتجي اما في الصيف اما في العطل، يعني هذه الفتره اللي كتكون الذروه ديال الخدمه ديالنا،
وكنا طبعا النهار في الصالون، الليل في العراسات، حنا كنبقاو في الليل مؤخرين، كنجي كنجبرهم ناعسين، كنوض بعض المرات كنمشي مباشره للشغل ديالي عاود ما كنشوفهمش. هذا اللي كان شويه عندي، هذا العائق اللي كان عندي بالنسبه لي لين هذا في هذا المجال هذا. واخا اسما قلنا مين كتدخل اول مره عند العروسه، يعني كيفاش كيكون الشعور ديالك؟ كيفاش حنا كنعرفوا باللي العروسه ديك الليله يعني ليله في العمر كيف ما كنقولوا، يعني كتكون شويه مضغوطه شويه منرفيه، كيفاش كتتعامل مع اسما في ديك اللحظه؟ الحمد لله. المهم في هذه النقطه مهمه بالنسبه للعروسه ولا الام العروسه، كيكونوا في واحد الحاله يعني ستريس، مخلوعين كيفاش عتجي بنتهم كيفاش عند، ولكن مجرد سبحان الله كندخلوا عندها ونتناقشوا معاها وكنهضروا وكنحاولوا ننسيوها ديك الضغط ديال العرس. وبالنسبه للام العروسه يعني في ديك اللحظه ملي كتشوفنا حنايا مع بنتها هيداك، وخصوصا سبحان الله العظيم انا كنتصرف هيدا، انني مجرد كندخل عند العروسه كنعتبرها بنتي، ما كتبقاش كنقول لي ما يمشي في حالك، هذه راه هي مسؤوليه ديالي، يعني كتبقى هي تحت المسؤوليه ديالي، اي حاجه بغاتها اي حاجه يعني نقدر نعملها لها ولو فوق الطاقه ديالي خصني نوجدها لها ان شاء الله. خليها هي حتى هي كترتاح شويه، انا كتبقى فرحانه مطمئنه الحمد لله، صافي مجرد كنبداو معاها كينزل هذاك الستريس هذاك، والحمد لله الامور كتمشي مزيان الحمد لله. واخا اسما هنايا حنا عندنا في المنطقه يعني في الشمال وفي طنجه خصوصا عندنا اهم زينه اللي كتكون عندنا في نهار العرس نهار الكبير بحال اللي كنقولوا، يعني هي الزينه ديال الشده. هضرنا شويه على هاد الشده باش كتمتاز، علاش لحد الان باقي محافظين عليها من ضمن التراث اللي عندنا هنايا في طنجه؟ شحال هادي كانت زينه اذا جات تعد العروسه عندها واحد الزينه هي شده طنجاويه، ما كانتش الأميرة، ما كانتش تخليلة، حتى الكسوة كيلبسوا لها لبسة عادية واللي زار وتمشي في حالها صافي، ما كانش هاد التقاليد هادي، ولكن الشدة كانت من الضروريات. بقى التغيير شوية ديال في العراسات، بقى كيدخل تقاليد أخرى، جبنا مثلا الأميرة، جبنا تخليلة يمكن الرباط ولا ما عرفتش شنو المصدر ديالها. بقينا كندخلوا مثلا في عود شحال هذه كانت واحد الزينه في الفرح وصافي كيتسالى الفرح، رجعت دابا الشده الاميره، كاين اللي كيزيد التخليله وطبعا الكسواد الخارجه، ولكن كتبقى الاصل هي الشده. كتبقى الاصل هي يعني بحال شي حاجه يعني ما يمكنش يتخلى عليها، اذا العروسه عملت العرس وما عملتش الشده يمكن شي حاجه ناقصه ماشي هي هذيك. اسمع عودنا شويه على الشده ديالنا الطنجاويه يعني الاصيله، هضرنا عليها شويه، شنو الحاجه اللي كتميزها باش كتمتاز هاد الزينه هادي؟ هاد الزينه يعني خدات التقاليد العريقه ديالنا الشمال خصوصا مدينه طنجه حتى تطوان، هما باقيين محافظين على هاد الزينه هادي. كتمتاز خصها يكون اول حاجه يكون قفطان تقليدي 100% حاج عمر بروكار او لبسه تقليديه، الجوهر حر، حتى الاكسسوار اللي كتكون منزلهم حتى هما حرين، يعني اما نقره بالاحجار حره، طبعا المنديل السبنيه، كتعملوا السبنيه الحياتي الحياتي اللي كتشوفوا، ما نعرف هنا في الشمال كنقولوا لها السبنيه الحياتي، هذيك ضروريه. المنديل، المنديل هذاك كيتعدل على اليد، يعني كل شيء فيها الشده صناعه تقليديه، كيجي الشعر ديالها كامل مجموع ما كيجيش كيبان، كيجي الشعر كامل مجموع في بعض الاحيان كنبينوا الشعر اذا كان داكشي اللي كنت باش نقول لك. دابا حاليا شفتهم بداو كيجدوا فيها، ما بقاتش ديك بالطابع الاصلي اللي كنعرفوه حنا شحال هذه. الشده قديمه كان ضروري الشعر العروسه، ما شاء الله اصلا العرايس كيكون عندهم الشعر كيبينوه، دابا حاليا طرا عليها واحد التغيير، مابقاش ضروري ديك الشعر، كاين بنات اللي ما كيبغيوش، العروسه اللي ما كتبغيش تبين ضروري تنزل شعرها، اللي كتبغي انا تلوي تعمل له ديك السبنيه الحياتي الجوهر وديك الشيء، يعني ما كتبغيش تعمل شعرها، وكاين اللي كيبغيه، كاين اللي باقي خصو حتى ديك الشعر يجي باين يعني هادشي كيكون اختيار ديال العروسه. يعني والشده راه ماشي سهله، الشده شويه صعيبه. من ناحيه صعيبه؟ صعيبه انها ثقيله مزيره، يعني العروسه ما كتقدرش تفوت فيها واحد الوقت صافي راه ما كتستحملهاش، بديك الحجر اللي كيكون منزله فوق ثقيل هنايا داك الشيء منزله على الراس ديالها يعني مزيار. شحال هادي كانوا كيقولوا بان هاد الشده كتختبر
العروسه واش انها قد المسؤوليه ولا لا، من ناحيه الصبر واش غتصبر على ديك الحمل كامل. شحال هذه هي اللي كانوا كيقولوا يمكن العروسه هذاك هو الاختبار ديالها بالنسبه للنظاره واش غتكون كابابل ولا لا. اما دابا لا، يعني ماشي ضروري، بقات ماشيه في العادات ديالنا انها خاصها تكون صافي. بالنسبه لي لك تينا اسماء، يعني كواحد زيانه اللي شق الطريق ديال هذه بشحال هذه، يعني تينا كنعرفوك كنعتبروك يعني من اقدم زيانات يعني اللي عندنا في مدينه طنجه. شنو رايك في الزيانات اللي دابا عاد طالعين اللي عاد بداو حتى هما، واش باقي لحد الان كيحافظوا على ديك التقاليد ديالنا ولا لا؟ المهم هي الشده، بقات عند الناس ديالها محسوبين اللي كيعملوا لها الاتقان ديالها، يعني الزيانات القدامين كيحافظوا على التقاليد ديالها بالحرف. الزيانات دابا هذا كنتمنى لهم التوفيق كاملين، حتى هما ما شاء الله كيبدعوا، ولكن يمكن غيروا فيها بعض الحاجات في الفوال، ما كيعملوش يعني الجوار كيف ما هو شحال هادي كان جوار بزاف، يعني عملوا عليها شي تغيير ومع ذلك بقات التقاليد هي هي. هذا من جهه، ومن جهه اخرى حتى العرايس بقاو شي عندهم ما شاء الله السفل باش يستحملوا هذا الثقل الشده كامل، يعني كيضطروا بعض الزيانات انهم ينقصوا من الثقل ديالها على ديك الشيء. صحيت، حنا شحال مره كنكونوا مثلا حضارين في شي عرس كنشوفوا العروسه ما كتقدرش دقيقه خصها تطلع بحالها، كاينه اللي كاع كتمرض ما كتقدرش كطيح كتغلب عليها بزاف صراحه. لان هي عند المشكل انها كتزير من الراس بزاف وكتنزل الثقل هنايا، بعض مرات العروسه كترود كتسخف كضطر حتى انها كتسخف، يعني هي صعيبه بزاف. وتينا بالنسبه لي لك شكون كتفضل، واش التقليديه او ديال دابا اللي بدات كتطرا عليها شويه ديال التغيرات؟ انا كنفضل الشده ما تتغيرش، يعني كنفضل تبقى على الاصل ديالها كيف ما هي. شنو الرساله اللي تبغي توجهها اسماء نبنات زيانات اللي حد بادين حتى هما المشوار ديالهم؟ كنتمنى لهم كاملين التوفيق، واللي كنطلب منهم يخدموا بضمير يخدموا بمسؤوليه، هذا اللي كنتمنى لهم. ما شاء الله كل شيء ماشي مزيان وماشي مزيونين تبارك الله، يمكن هما نفتحوا على جبروا بزاف الحاجات ساهلين. شحال هادي كنا باش نشبروا المعلومات الزيانه راه شي حاجه صعيبه، دابا الحمد لله لا، اصلا تفتحوا مدارس جمعيات. شحال هذه في طنجه كانوا يمكن ثلاثه ولا اربعه زيانات اللي كانوا معروفين، بيناتهم السيده فاطمه زهره كريمو، المرحومه الخضري، هادو اللي كانوا هما القمه ديال مدينه طنجه، وحنا منهم انا منهم تشبعت ومنهم خديت الحرفه. اسماء كنعرفوها لك تنتينا كترجعتي دابا حاليا كتعلم تنتينا تزيين العرائس، من خلال زعما التعامل ديالك مع التلميذات ديالك اللي كتعلموا هذا الدومين حتى هو شويه، يعني واش كتركز اكثر على هذه الشده الطنجاويه انك تنتينا تحافظ فيها التقاليد، كتحاول يعني توصل لهم انهم يتحافظوا على التقاليد وما يبدلوها شي، اولا زعما كتشجعهم انهم حتى هما يبدلوه؟ لا بالعكس، انا ملي كنعلم اي واحد تعلم عندي كنحاول نخليه يحافظ على هاد الشده كيف ما هي، يعني كنحاول ما امكن معاهم انهم يخليوها كيف ما هي ما يغيروها شي، لان سبحان الله شي حاجه تقليديه اذا غيرتي فيها شي حاجه بسيطه صافي كتطفي لها المعالم ديالها. وحنا الشمال معروفين بالزي هذا الشمالي الطنجاوي. صحيح، هذه هي الشده، يعني هذه الزينه اللي كنمتازوا بها هنايا وتعرفنا بها، يعني لا 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 يعني في البلاد ديالنا او لا خارج يعني البلاد، يعني معروفين الشده ديال الطنجاويه كيف كتكون عامله. صحيح، الشيء اللي مزيون ان حتى الناس الداخل بقاو حتى هما كيعملوها من بين التقاليد ديالهم اللي كيدخلوا في الاعراس ديالهم، حتى هما بقاو كيعملوها. سبق لك خدمتي شي عرس تما وعملوا زعما شده طنجاويه؟ بالعكس، راه عرفتي كاين اللي كيجي عندك لهنا باش تمشي تخدم في الداخل على اساس شده طنجاويه، وسبحان الله كاين اللي يمكن تجي تدي زيانه من الشمال عي باش تلبس لها البنت هذيك الشده الطنجاويه.
إذن أسماء كنشكرك بزاف على تلبية الدعوة، شكرا بزاف أنك استقبلتنا، عودتنا شوية وقربتنا أكثر وقربتي معك المشاهدين ديالنا من الشدة الطنجاوية وعرفتنا على التقاليد ديال الأعراس ديالنا. شنو الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقولها لجمهور تشوف تيفي؟ كنشكرك رميساء، ما شاء الله عليك، مسيرة موفقة، عواشر مبروكة، رمضان مبارك، وكنتمنى الخير للجميع. وشفع رسول الله، وشفع حبيب الله، الله الله الله. معنا كذلك في هذه الحلقه الموديل ديالنا الجميله امينه. امينه هي اللي ارتدت الزي ديال الشده، تضرنا شويه كيف جاتك الشده امينه؟ الشدة هي من احد الازياء زعما اللي ضروري خاصها تكون في الاعراس ديالنا، في جهه ديال الشمال ديال طنجة تطوان ضروريه، ولا سينو ما كيدوش العرس بلا بها. وبالنسبه لي انا الشدة هي يعني مفضله بالنسبه لي حيت كترمز لنا التقاليد ديالنا الشماليه، وفي نفس الوقت متعبه واحد شويه على حسب مش من ناحيه، من ناحيه ديال الثقول، ومن ناحيه ديال المجوهرات والاكسسوارات كيكونوا فيها بزاف، من ناحيه ديال الزيره ديال الراس، خاص الراس يكون مجموع، خاص اللي عاد كيتحط عليه التاج وديك الاكسسوارات وديك شي شويه كتكون ثقيله، العرائس ما كيتحملوها شي بزاف. وانت بالنسبه ليك من بدايه المشوار ديالك الى دابا يعني ارتديتي مجموعه ديال الازياء، شنو فضلتي فيهم كاملين؟ كنفضل الشده حيت كترمز للتقاليد ديالنا جهه ديال الشمال، وكتعرفنا كشماليين واكثريه كطنجة، ويعني الشده ديالنا كنفتخر بها بزاف، وهي اكثر زعما زينه كتعجبني في الزينات. وبطبيعة الحال حتى الاميره كتجي مزونه وكسيوه بيضاء الخارجه وداكشي، ولكن الشده عندها الطابع ديالها الخاص، خاص حيت التقاليد ديالنا اللي قديمه.